خاصة لهذا اليوم. انطلق هذا الشوط على بركة الله وتوفيقه. 4 كيلومترات هي مسار هذا الشوط للقعدان المحلي الأصايل المنطلقة والمتقدمة والمتراقصة على أرضية ميدان عاصمة الميادين. بداية مع المركز الأول، من يتقدم هنا وينطلق المعلم، أم هنا يأتي أيضا الشامخ في هذه اللحظات سهيل بن مسلب بن قنزول العامري محتلا للمركز الأول ومتقدما مع هذا التقدم الجميل. والآن الكشوفات تتضح أمامي لنتعرف على المقدمة ولنتأكد مع شعارك يا بن كرازي المهيري. نعم مزعل لسعيد بن محمد بن كراز المهيري، كله ولا يزعل علينا بن كراز. مع مزعل المتقدم سعيد بن محمد بن كراز المهيري محتل المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني القادم والمتقدم والمنطلق ريسنج الخزع بن محمد بن قرين العامري غير واحتل المركز الأول. المركز الثالث القادم مستحيل في هذه اللحظات علي بن مهدي بن مسفر اليامي، في هذه اللحظات هو القادم مع المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع هذا هو المعلم، هذا اللي غير علينا الأمور ولخبطنا. هذا المعلم حمد بن علي بن حليس العفاري يتقدم مع المعلم مع المركز الرابع. المركز الخامس يأتي المحيط مسلم بن علي بن دري المنصوري متقدما هذا المحيط. المركز الخامس أم المركز السادس؟ المركز السادس من يحمل الرقم 8 الشميمي محمد بن راشد بن محمد الخيالي في هذه اللحظات، بينما المركز التاسع يا مصورنا اتجه الى المركز التاسع من يحمل الرقم 17 في هذه اللحظات متعب لمحمد بن عبد الله بن مبخوت العامري. المركز الثامن يتقدم وينطلق في هذه اللحظات اللي وصل شاهين سلطان بن حارب بن مغير العميمي. المركز التاسع وصل عالي ام الطاغي راشد بن مطر بن مبارك المنصوري وعالي لحمد بن دوده بالاسود العامري، وانضم في هذه اللحظات الشعار العينابي، الشعار العنابي بالنجمة البيضاء، نجمة النواميسي والانتصارات تتقدم في هذه اللحظات مع سلهود لجار الله بن صالح بن عقيل المري لأختتم النداء والإداعة للعشر المراكز الأولى. العودة إلى مقدمة الشوط في هذه اللحظات والمسيطر والمتقدم في هذه اللحظات ريسنج هو المنطلق، ريسنج هو المسيطر. الخزع بن محمد بن قرين العامري متقدم ريسنج مع المركز الأول. المركز الثاني يأتي دور الشميمي محمد بن راشد بن محمد الخيالي. يلا يا الشميمي الكيلومتر الأخير، ولكن هذا اللي واصل في هذه اللحظات خطير للغاية. سعيد بن حمدان بن سعيد الدرعي مقدما لشاهين. المركز الرابع ايضا شاهين لسلطان بن حارب بن مغير العميمي. المركز الخامس جار الله بن صالح بن عقيل مع سلهود. العودة الى مقدمة الشوط الى ريسنج اللي تحرك في هذه اللحظات وانطلق مباشرة وعبر الهواء مباشرة يا ريسنج، ولكن هنالك الخيالي، الخيالي الخيالي يغير في هذه اللحظات مع الشميمي، مع الشميمي محمد بن راشد بن محمد الخيالي يلي غير واحتل المركز الأول وانطلق مع ريسنج. وانطلق هنالك شاهين سعيد بن حمدان بن سعيد الدرعي أيضا يشكل الخطر ما بين الشميمي وما بين شاهين وما بين ريسنج، ولكن الشميمي، الشميمي غادر بهذا الناموس، غادر بهذا الناموس. والشميمي ولد الشميمي أبو غني عن التعريف بإنجازاته، وهذا
هذا الشميمي، الشميمي اللي يعود ليذكرنا بإنجازات أبوه عندما كان عند بن سبت الخيلي، وعندما انتزع الخنجر وسلالة جبار الشيبة. تهانينا لك يا الخيلي، يا محمد يا بن راشد، على فوز الشميمي في المركز الأول. المركز الثاني شاهين لسعيد بن حمدان بن سعيد الدرعي. المركز الثالث الشامخ لسهيل بن مسلب بن قنزول العامري. المركز الرابع وصل رسنج للخزع بن محمد بن قرين العامري. المركز الخامس شاهين لسلطان بن حارب بن مغير العميمي. 6 دقائق و6 ثواني بدون أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الشميمي محمد بن راشد بن سبت الخيلي على هذا الانتصار والفوز المستحق في صباح هذا اليوم، وعلى سلالة الشميمي الممتازة والغنية عن التعريف. المركز الثاني وصل شاهين، تهنئة لسعيد بن حمدان بن سعيد الدرعي اللي احتل معنا المركز الثاني. وتوقيت الزمني 6 دقائق و7 ثواني و3 أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث التوقيت الزمني 6 دقائق و7 ثواني و5 أجزاء من الثانية. للشامخ تهانينا لسهيل بن مسلم بن قنزول العامري. تهانينا للجميع.